انطلقت اليوم أشغال المنتدى المخصص لموضوع الاندماج الوطني المنظم من قبل مجمع سون الغاز، الملتقى الذي يندرج ضمن مساهمة قطاع الطاقة والمناجم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالانتعاش الاقتصادي، يهدف إلى إطلاق ديناميكية صناعية مؤسسة لاقتصاد متنوع. تنظيم هذا الملتقى يندرج ضمن مساهمة قطاع الطاقة والمناجم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية التي تبنتها الحكومة والخاصة بالإنعاش الاقتصادي التي ترمي إلى إطلاق ديناميكية صناعية مؤسسة لاقتصاد متنوع وأداة إنتاج وطنية قوية. سمحت تدخلات أعوان الرقابة وقمع الغش التابعين لوزارة التجارة وترقية الصادرات خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان، سمحت بحجز قرابة 400 طن من السلع بقيمة إجمالية تفوق 51 مليون دينار، كما تشير هذه الحصيلة إلى مبلغ إجمالي لعدم الفوترة يقدر بقرابة 500 مليون دينار جزائري. أما بخصوص طبيعة المخالفات المسجلة فتتمثل أساسا في عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات وعدم الفوترة وعدم القيد في السجل التجاري ومعارضة الرقابة وممارسة أسعار غير شرعية وغيرها. إلى روبورتاج النشرة، وبقدرة إنتاج تقدر ب 800 قطعة يوميا يعمل مصنع خاص بإنتاج الآتات والتجهيزات الفندقية موجود بالمنطقة الصناعية بوهران على تغطية الطلب المحلي والمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني. خير بطل. أصبحت الباهية وهران قطبا صناعيا بامتياز لما تزخر به من مشاريع استثمارية رائدة. هذا المصنع من بين المصانع التي رفعت التحدي في تقديم منتوج متميز يرقى إلى طموح المستهلك بأسلوب عصري متطور تهندسه أنامل جزائرية. هنا نقوم بمختلف التصاميم ثنائية وثلاثية الأبعاد فيما يخص مختلف المشاريع، ما يخص المطابخ العصرية ليدريسينغ، وهذا بهدف إرضاء الزبون كل حسب طلبه. جينا من التكوين المهني، بدينا تربص هنايا ودينا الحرفة الحمد لله وراه عندنا الاكسبيريونس. التصنيع المحلي للأتات الفندقي هو ما يجهزه هذا المصنع بأسلوب فني لإعطاء لمسة محلية للخدمات الفندقية. التجهيزات اللي قمنا بها بمنتوج محلي، اعتمدنا على كل حاجة محلية حتى نساعد ونشجع كاع المنتوجات المحلية هنا في التيريتوار ناسيونال. وتلبية للطلب المحلي يعمل هذا الاستثمار الصناعي بشكل متواصل باستخدام أحدث التقنيات الفنية والتكنولوجية. نقوم بتصنيع الأتات بجودة عالية وبمعايير عالمية عبر تقطيع الخشب ثم تلصيق الشوم، ثم نقوم بتقب البانو، وبعد ذلك نقوم بلومبالاج وإخراج المنتوج إلى المستهلك. تقوم المؤسسة تاعنا بإنتاج نحو 8000 قطعة يوميا لمختلف أنواع الأتات. توظف المؤسسة تاعنا نحو 150 عامل بنحو مباشر وغير مباشر. شاركنا في عدد من الصالونات الأفريقية، وتطمح المؤسسة تاعنا لتصدير نحو الدول المجاورة والأوروبية. توفير مناخ استثماري مناسب للمتعاملين الاقتصاديين سيسهم لا محالة في تطوير وتنويع المنتوج المحلي. شهدت أسعار النفط الخام اليوم ارتفاعا مدعمة بإعلان أعضاء في تحالف أوبيك بلس عن إجراء تخفيضات طوعية ومتفاوتة في إنتاجها لدعم استقرار أسواق النفط. فعلى صعيد التداولات ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ب 0.82% إلى مستوى 85 دولارا و63 سنتا للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 81 دولارا و18 سنتا للبرميل.
وعلى العكس من البرنت فقد انخفضت أسعار الذهب اليوم، وعلى الرغم من تراجع الدولار في مشهد لا يتكرر كثيرا في الأسواق. هذا وتراجع الذهب في المعاملات الفورية ب 0.3% إلى مستوى 1978 دولارا و10 سنتات للأوقية. كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب محققة 1967 دولارا و30 سنتا للأوقية. ختام النشرة بصرف الدينار الجزائري أمام أهم العملات الأجنبية. ختام الموعد الاقتصادي لنهار اليوم، عودة إليك لانجا.